أعرب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صلاح جوجيل عن إدانته القوية للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجزائر، واصفا ذلك بأنه تجاوز صافر وغير مقبول لسيادة الدولة الجزائرية. جاء هذا في بيان أصدره مكتب المجلس اليوم، الذي عبر عن ازدواجية وتناقض جهة أوروبية في مواقفها تجاه حقوق الإنسان. المزيد في ورقة لموسى شباح. إن مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صلاح بوجيل رئيس مجلس الأمة يعرب عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر. هكذا كان رد الجزائر على أعضاء البرلمان الأوروبي أصحاب الأجندات النيوكولونيالية ممن يحشرون أنفهم في الشأن الداخلي الجزائري، مؤكدة أن عدالتها محصنة ولا تحتكم لأهواء وأمزجة. كتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صلاح جوجيل رئيس مجلس الأمة يعرب عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، ويحث أعضاء البرلمان الأوروبي ممن انقلبوا على عقبيهم مدعومين بلوبيات النيوكولونيالية الفرنسية المستمرة. الجزائر تسير بثبات لمواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف استقلالية قراراتها، وهي قادرة على التصدي لأي محاولة استفزاز بفضل رؤيتها المستقلة ودعمها المستمر للقضايا العادلة في العالم. والبرلمان الجزائري يعمل على توحيد الصفوف داخليا وخارجيا لتعزيز السيادة الوطنية. أم جوجيل، هذا البيان جاء تنديد على ما قام به الاتحاد الأوروبي حول شؤون تدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر. التهديد الذي تقوم به فرنسا الرسمية لا يقبل، أن تسمح لنفسها بأن تتدخل في شأن داخلي جزائري هذا حلم استعماري قديم ينبغي أن ينسى وأن يسحب من التداول. والجزائر عبر مجلس بين المواقف الحازمة والتحركات الدبلوماسية المتوازنة، تؤكد الجزائر مرة أخرى أنها متمسكة بمبادئها وثوابتها في مواجهة أي تدخل أجنبي، موقف يعكس حرص الدولة على حماية سيادتها ويبعث برسالة واضحة. حماية الوطن ووحدته ستبقى خط أحمر، وقضاؤها سيف مبصر بصير مسلط على من يتعدى حدوده ويتمطط على وحدة بلاده.